السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تعلم دورة لغة جافا سكريبت، وغادي نشوفوا الشابيتر الخاص بالاريتميتيك. الوغ غادي نبداو بلا سيكسيون ديال راوندين. دونك لا فونكسيون لي يوتيليزي هي مات بوان راوند. الوغ جو بو ديكلاري اون فاريابل ا، نعطيها مات بوان راوند. دونك راوند شنو كدير لي راوند؟ الا كانت عندك مثلا ا بوان x، دونك كتانيوري داك الاكس ديالك مثلا 2.3. دونك سا دون كوا سا دون، يعني بالعقل ديالكم ما تعرفوا شحال كتساوي، كتساوي جوج. دونك فوالا، كتاخذ ديال لا بارتي ديسيمال وكتحيد ليا، كتاخذ ديال لا بارتي اونتي وكتحيد لا بارتي ديسيمال. الوغ باغ اكزومبل فار بي، دونك مات بوان راوند مثلا 2.7. .7 alors ça donne quoi? Ça donne 3. Pourquoi 3? Hit fait liya 2.5. Toujours à devoir rounding. Il a كانت قل من la partie décimale قل من 5 كتبقى la partie entière. Il a كانت كبر من 5 كتولي كتزاد عليها الفاليو، كتزاد عليها لا فالور اونتي. دونك هادي قلنا هي 3 وهادي هي 2. سوبر. اما الى درت باغ اكزومبل فار سي كتساوي مات بوان راوند، راوند اش ماينس 2.7، هادي شنو غادي تاخد ليا؟ سوبر، غادي تاخد موان 3. علاش؟ لانها فاتت 5. لا ميم شوز بوغ مثلا سي، واخا نعاودها ماشي مشكل. دونك بوان راوند اش ماينس 2.1 اش، نديرو 5 باش نعرفو شنو غادي لا فالور اللي تعطينا. دونك هادشي باقي ما افيشيناش باش نتاكدو. دونك سا دون كوا؟ سا دون موان 2، لانه كتساوي 5، ما فاتتش ليا 5. دونك جو بو افيشي مانتونو باغ اكزومبل، افيشي ايسي كونسول بوان لوغ سي نحيدو هادو. Maintenant, on a console.log, on a console.log B, on a console.log A. Donc, voilà. Et on a 2, 3, moins 3, 2. Super. Jusqu'à maintenant, on fait tout, je pense. On a les arithmétiques JavaScript, c'est l'intérêt. Alors. On reprend maintenant dernier rounding. Nous allons dire rounding up, qui fait augmenter la valeur. Donc rounding up, on s'amuse avec round, on s'amuse à une chose autre, c'est un seal. Donc mat, donc par exemple var a, tu prends mat point. Donc mat c'est toujours avec majuscule m majuscule point seal. Donc par exemple 2.3. Ça donc quoi? Donc واخا عندي 2.3، دونك واخا عندي لا بارتي ديسيمال صغر من 5، غادي تاخد ليا 3، لانها غادي دير راوندين اب. دونك فوالا، اتون نحيدو هادو باش نعرفو لا فالور اللي غادي تاخد. هنا voilà. خدات ليا 3. سوبر. الوغ لا ميم شوز بور لي زوطخ. مثلا غناخدو لا ميثود اللي كنستعملوها بزاف هي بوان فلور. سي كتساوي مات بوان فلور. مات بوان فلور غدير اش؟ غادي تفلوري ليا النيجاتيف نمبر وغتراونديها اش ايت اواي فروم زيرو. دونك باغ اكزومبل غنديرو مثلا موان زان. موان زان ونديرو ان بوان ان.
دونك موانز 1.1 الى درت ليها راوندين ديالها شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني توجور موانز بالراوند، مي بوان فلور غادي تعطيك لا ميم شوز ولكن غادي تستعمل الراوند. دونك الى استعملتها باغ اكزومبل غنستعمل فاغ واحدة اخرى فاغ بي كتساوي مات بوان فلور مثلا موان دو بوان ويت وغادي نشوفو الفرق. كونسول لوغ مثلا سي كونسول بوان لوغ بي فوالا سي موان 3 موان 2 دونك هي لا ميم شوز بحال راوندين ولكن راها كدير الفلورين على النيجاتيف نمبر. دونك سوبر مانتونو جوسكا مانتونو فهمنا لي دو ميثود كيفاش لي تخوا ميثود اللي درنا، درنا راوند ودرنا سيل ودرنا فلور. هاد لي ميثود هادو راهم كلهم بحال فحال في كاع لي لونغاج. باغ اكزومبل عندنا ترانك عندنا راوند عندنا سيل عندنا فلور كاينين حتى في الداتابيز مثلا افيك اوراكل. الوغ بقات لينا ترانك ترانك فوالا نقدروا نديروها ماشي مشكل. دونك باغ اكزومبل ا تاخد مات بوان ترانك ترانك باغ اكزومبل نديرو 2.3 سا دون كوا سا دون توجور 2 دونك ترانك ترانك ما كتاخدش كيف راوند دونك سا دون توجور 2 نعاودو نافيشيو بور فيريفي ماشي مشكل. دونك سي 2 سوبر. الوغ شفنا دابا هاد لي ميثود شفنا هادو غنقدر نستعملهم باغ اكزومبل اللي يقدر يقول لك اعطيني دي زيماج تقدر تمولتيبلي واحد لو نومبر فوا مثلا مات بوان فلور وتعطيك واحد ليماج بريسي انسي دو سويت. دونك كاين دي ميثود وحدين اخرين باغ اكزومبل تريغونومتري سينوس كوسينوس انسي دو سويت ما غاديش نستعملوهم جوستومون الا كنتي بغيتي دير شي ابليكاسيون دو مات اللي غاتستعمل فيها هاد لي ميثود. كاين لي بيتويز اوبيراتور هادو معروفين سواء اند سواء نوت سواء xor سواء ليفت شيفت. دونك هادو جوستومون دي ميثود خاصين بالاريتميتيك و انالوجيك انسي دو سويت. دونك جوسكا مانتونو هادو هما لي ميثود اللي نقدروا نستعملوهم في لي زابليكاسيون ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.